ذكرت القوات الجوية الأوكرانية أن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية دمرت 19 من أصل 21 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا خلال الليل لاستهداف مناطق مختلفة. وقال رئيس بلدية مدينة لفيف أندري سادوفي أن هجوما شنته روسيا بطائرات مسيرة على منطقة لفيف بغرب أوكرانيا المتاخمة لبولندا العضو في حلف شمال الأطلسي أسفر عن إصابة رجل وإلحاق أضرار بمبنى متعدد الطوابق.